الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مسك الختام إن شاء الله. وباسمكم جميعا نرحب بالمفكر والإعلامي المعروف الأستاذ الضاح خنفر، فتحية كبيرة لضيفنا العزيز. جزاك الله خير. موازين القوى، طبعا القوى والقوى كلاهما صحيح في اللغة العربية، موازين القوى الدولية الحالية وانعكاساتها على العمل الإنساني والمجتمعي. جوزيف نايل، هذا الرجل كان مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سابقا، وضع كتابين مهمين في مثل هذا الموضوع، مستقبل القوة والقوة الناعمة. عندما كتب مستقبل القوة قال: منذ عهد الإمبراطورية الرومانية لم تحظ دولة بأن تمتلك القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية في آن واحد كما حظيت به الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أيضا: إذن فلماذا لا تمضي هذه الدولة العظمى منفردة في هذا العالم؟ هو وضع في هذا الكتاب نموذجه لموازين القوى الدولية وديناميكية الحركة فيها وكيف تتم. هو يقول: هذا العالم ليس أحادي القطب ولا متعدد الأقطاب ولا فوضويا، إنه الثلاثة مجتمعة في آن واحد. لذلك فإن العمل الإنساني يتحرك على رقعة ثلاثية الأبعاد. جوناثان ويتر، هذا رئيس قسم التحليل السياسي في منظمة أطباء بلا حدود، يقول: إن صناعة المساعدات الإنسانية مرتبطة إلى حد كبير بالقوى المهيمنة، إنها تتحرك على رقعة ثلاثية الأبعاد. فتحت شعار المخاوف الإنسانية يتم التدخل العسكري في الدول. الحكومات المانحة عادة ما تستخدم الورقة السياسية والأداة العسكرية كضغط من خلال المساعدات الإنسانية. حتى كثير من المنظمات الغير حكومية عادة ما تستخدم كورقة سياسية من قبل القوى المهيمنة. هذا الموضوع المهم والحساس والمرتبط ارتباطا كبيرا بالعمل الإنساني هو ما ستستمتع بالسماع فيه من قبل أستاذنا الفاضل خلال هذه الساعة إن شاء الله. كلنا أذان صاغية، تفضل أستاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكركم شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأسعد كثيرا بالحديث إليكم، وأنا أعلم أنكم جميعا من الرواد الذين يقومون بعمل نحن في حاجة إليه، لا سيما بعد فشل النخب تقريبا على كل صعيد، النخب السياسية، النخب الاقتصادية في بلداننا العربية، النخب الحزبية تقريبا إلى حد كبير. فلذلك نعول عليكم إن شاء الله تعالى في أن تقدموا وتستمروا في تقديم العطاء الخير لهذه الأمة. الحقيقة الحديث عن موازين القوة والذي يحدث الآن في العالم مهم أن نوسع دائرة فهمنا للواقع مستعينين بنماذج تاريخية، لأن مشكلة الاستشراف الاستراتيجي ومشكلة التحليل الاستراتيجي أنه ليس علميا، بمعنى أنه ليس ساينس، إنما أكثر العلوم قربا إليه هو التاريخ، لأنك تستطيع من خلال التاريخ أن ترى أمثلة ونماذج تحاول أن تستنبط منها وقائع وأحداث ونتائج تشبه إلى حد ما التجارب التي نعيش بها. وأنا عندي قناعة دائما أن التاريخ وهو مصدر عظيم، مخزن كبير للعبرة، في الحقيقة ليس من اليسير على كل واحد منا أن يقيس واقعه بالتاريخ، لأن الأحداث دائما تتغير والوقائع والظروف، لكن هناك ثوابت، هناك شيء ما في الأنفس وهناك شيء ما في التاريخ لا يتغير، وهي الموازين التي خلق الله سبحانه وتعالى العالم ووضعها فيه. وأنا بتقدير هذه السنن التي نتكلم عنها باسم السنن والموازين، موازين القوة، هي التي ينبغي علينا أن نستشرفها نحن بالذات كأمة وارثة لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب،
المتحدثون اليوم عن الواقع الدولي الآن بعد الحرب الأوكرانية الروسية مختلفين في توصيف هذه اللحظة، فيقولون أنها تشبه لحظة عام 1914. آخرون يقولوا لا والله، منهم قائد القوات البريطانية الجديد قال نحن نعيش مرحلة 1937. 1914 كانت مشارف الحرب العالمية الأولى، 1937 كانت مشارف الحرب العالمية الثانية، والمشترك بينهما أن العالم لم يكن يقدر أنه سيدخل في حرب عالمية يموت فيها 30 مليون في الأولى و60 مليون في الثانية، لأن العالم كان يعتقد أن هذه الأزمة يمكن حلها. لم يكن أحد يتخيل في عام 1914 أن مقتل ولي عهد النمسا في سراييفو سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية يدخل العالم فيها في 31 سنة من الصراع الدموي الذي قتل فيه كما قلت لكم بقرابة 100 مليون إنسان. هذه نقطة في غاية الأهمية. إذن الحروب المشترك فيها الأزمات أنه لا يستطيع أحد أن يجلس ويتكلم عن عد زمني لبدء حرب عالمية، لكنك في الأرجح تصل إلى نقطة الصراع بتدرج، لأن المشكلة في النظام الدولي دائما هي المشكلة الرئيسية تنبع من عدم القدرة على التوقع والتنبؤ بالمستقبل. الذين بدأوا الحرب في 1914 كانوا باعتقادهم أنهم بإمكانهم أن ينهوها قبل الشتاء، ثم استمرت إلى 1919 ودخل فيها العالم كله في دوامة الصراع الهائلي. الذين دخلوا الحرب في عام 1939 ضد هتلر وضد طبعا التحالف الروسي الألماني بعد اجتياح بولندا، ظنوا أنه أيضا مع رأس السنة الجديدة سيحتفلون مع عائلاتهم في بلدانهم، وأنا أقصد هنا البريطانيين وغيرهم من الذين بدأوا الفرنسيين الذين دخلوا في الحرب. وفي الحقيقة كان التوقع مخالفا في الحالتين. اليوم كلنا نقول إنه هذه أزمة الأوكرانية الروسية، والواقع الذي يجري حاليا في روسيا بين الغرب وبين روسيا هي أزمة يمكن احتواها لأسباب نعتقد أنها منطقية، كما اعتقد أسلافنا أن المنطق يقول إنه ما في حدا برمي حاله على حرب عالمية، لأنك أنت لما ترمي حالك على حرب عالمية لا تتوقع حجم الدمار الذي يمكن أن يحدث. أنا شخصيا وكثير من الناس الآن يعتقدون أن الذي يحدث اليوم هو في الحقيقة صراع عالمي على كل المستويات، وأكثر قربا من أن يصبح حربا عالمية من أي لحظة منذ الحرب العالمية الثانية، مش حتى تحسب منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. لأنه في أزمة الصواريخ الكوبية 1962 لما أرسل الاتحاد السوفيتي مجموعة من الصواريخ إلى كوبا، والولايات المتحدة الأمريكية في زمن كينيدي أعلنت إمبارغو على كوبا أو عملت كورنتين، عملت نوع من الحماية على كوبا ومنعت السفن من التقدم، وأوشك العالم أن يدخل في حرب نووية. على الأقل كان في منطق متفق عليه بين قوتين اثنتين إلى حد ما تتفقان على مبادئ في الصراع، وهو أنه mutual destruction، على الأقل أنا بستطيع أدمرك وأنت بتستطيع تدمرني، فبالتالي أنا قبل ما أدمرك عارف أنه أنا حتدمر، مش بالضرب الأولى بالضرب الثانية، لكن في قدر ما من المعقولية في الصراع. في يومنا هذا قدر المعقولية هذا غير موجود لأسباب كثيرة جدا. السبب الأول أن زمننا هذا يفتقد إلى القادة. يعني أنت بتتكلم عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان في عندنا ستيتسمن، هذا كيسنجر عمره 99 سنة، ما دام أنت جبت جوزيف نان بدي أجيب لك كيسنجر. كيسنجر عمره 99 سنة اليوم، فكتب كتاب طلع من حوالي شهر اسمه ليدرشيب، بتكلم فيه عن ستة نماذج من القادة الذين عايشهم. في مقدمة الكتاب بيقول انه انواع القادة ثلاث. القائد الاول مانجيريال اداري، اللي هو بيدير شؤون الدولة وكل يوم بيضبط الامور وفقا لمقتضيات الحال اقتصادية وسياسية واجتماعية.
القائد الثاني أو النوع الأعلى من ذلك هو الستيتسمن، رجل الدولة. وهذا بيضرب أمثلة عليه زي تشيرشل على سبيل المثال، مثل ستالين، يعني قادة كان لديهم وعي بمصلحة الدولة مرتبط بتاريخها، ويعتقدوا أنهم يريدوا أن يكملوا مسيرة ما من أجل تسليمها للأجيال القادمة، فهم أصحاب دولة. والطرف الأعلى من ذلك وبسميهم بروفيتس، والقادة أصحاب الرؤية الذين لديهم فلسفة وأيديولوجيا معينة، ويعتقدوا أنه بإمكانهم أن يقودوا الأمم باتجاه شيء جديد. ويقول أنه المانجيريال بكون جالس على مكتبه ويدير الأمور مع التيم تبعه، الستيتسمان بكون ماشي مع الناس إلى جانبهم، لكن البروفيت بكون ماشي قدام الناس فبقودهم. الحقيقة في نقطة رابعة هم حكاها، وحقيقة أنه هذا الطرف الرابع من القادة موجود عندنا في بلادنا بس، لذلك ما دخلش في كتاب كيسنجر، أنهم القادة لا هم مانجيريال، بمعنى ليست لديهم المهارات الإدارية الفذة ولا قيادة الفريق لصناعة وضع اقتصادي واستقرار اجتماعي وما إلى ذلك، ولا هم ستيتسمن بمعنى وعي بالتاريخ ومحاولة لاستمرار هذا التاريخ في الواقع نحو المستقبل، ولا طبعا لديهم الرؤية التقدمية نحو الأمام بحيث أنه يصنعوا تاريخا جديدا لشعوبهم وأممهم. وأنا ما بعرف شو بدي أسميه، بدك تسميه مثلا قائد ضباط السجون، بالضباطهم بدريش هم، لكن ليست مصنفة ضمن هذه القادة. هذا في عالمنا العربي، بعدين بنيجي. أنا الآن بتكلم عن مستوى العالم. الحقيقة أن العالم اليوم يفتقد إلى القادة، وهذه حقيقة. انظر إلى كل الذين أمامنا اتخذوا قرار. بايدن نسبة الأبروفل لبايدن هي الأقل في الرؤساء الأمريكان حتى هذه اللحظة. والرجل يعتبر كثير من الناس أنه يعني أولا هو مشكلة بايدن أنه حيطلع من السلطة بعد شوي، لأنه غالبا لن يرشح نفسه لدورة أخرى بسبب أشياء كثيرة جدا، منها تقدم السن ومنها ضعفه يعني إلى حد كبير. وبالتالي في تعبير أمريكي بيستخدمه The Lame Duck، هو الآن دخل في مرحلة Lame Duck، مرحلة البطة العرجاء التي يعني الكل شاعر أنه بعد سنتين زمان بتوكل على الله، ما فيش فائدة أنك أنت تستثمر فيه كثيرا. وبريطانيا التي هي الحليف الثاني في المعركة الكبرى الدائرة حاليا، تعرفوا قصة صاحبنا اللي الآن اضطر أن يستقيل، ودخلت بريطانيا في أزمة جديدة سياسية في ظل معركة هي الأهم من يعني في تاريخ بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وجونسون بالمناسبة هو اللي كتب كتاب عن تشيرشل، والحزين حاول أنه يقلد يعني في خطاباته الأولى، حاول أن يقلد ويتحدث كما تحدث تشيرشل. تشيرشل قاد الحرب العالمية الثانية، وحاول جونسون أن يفعل، ولكن شتان طبعا بين زعيم مثل تشيرشل وواحد مثل جونسون، ودخلت بريطانيا في أزمة كبيرة جدا. فرنسا طرف آخر مهم جدا، فرنسا في الانتخابات الأولى طلع ماكرون، الانتخابات الثانية اللي صارت للبرلمان طلع حزبين، الحزب الأول يمين متطرف والحزب الثاني يسار متطرف. هؤلاء هذين الطرفان هم اللي شكلوا الآن القوة الرئيسية في البرلمان، والاثنان بالمناسبة ليس على خلاف كبير مع روسيا، بل بالعكس هم أقرب إلى روسيا من قربهم للاتحاد الأوروبي. إيطاليا دخلت في أزمة، الحكومة استقالت، البديل يمين متطرف في الأرجح، واليمين المتطرف الإيطالي له قدرة طبعا دائما أن يتفاهم مع الروس، لأنه روسيا كما تعلمون تفضل اليمين في أوروبا على غيره، وبالتالي هذا التيار أن ينتشر مع قطع الغاز والحالة الاقتصادية الموجودة. هذه النوازع اليمينية المتطرفة ستزداد، لأنه دائما مع الفقر ودائما مع الحاجة يتجه المجتمع نحو اليمين. وأنا بتقديري اللي قاعد بحدث في أوروبا كلها هو اتجاه نحو اليمين، ألمانيا الأكبر والأهم في كل المعادلة طبعا الأوروبية على الأقل. ألمانيا بعد ميركل لم يعد لديها، يعني ميركل كانت ستيتس وومن حقيقة، سيدة لديها القدرة على أن تقدر العالم، وبالمناسبة موقفها من روسيا دائما كان موقف معتدل وعقلاني، وبالمناسبة هي التي رفضت وبشدة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك جورجيا كانت هي، لأن كانت تقدر
المشكلة التي يمكن أن يدخل فيها العالم الغربي مع روسيا فيما لو انضمت جورجيا وأوكرانيا إلى الناتو. الآن ميركل أوت وأجا الشانسلر الجديد، وأنا بتقديري لن يكمل طويلا لأنه في عنده مشكلة كبيرة جدا. الانتخابات الأخيرة البلدية اللي صارت في ألمانيا لم يكن نسبة المشاركة فيها عالية. مشكلة الغاز اللي اليوم وصل سعر الغاز فيها 12% أعلى مما كان عليه بالأمس بسبب نقص إيرادات الغاز عبر نورد ستريم 1، أنا بتقديري هذه بالإضافة إلى غيرها ستثير التساؤل التالي: لماذا وضعت أوروبا نفسها في هذا الموضع الذي وجدت نفسها فيه؟ لماذا لم نستطع أن ندخل في تقدير جدي لحجم المخاطر المتمثلة عن اندلاع حرب بهذه الضخامة بين روسيا وأوكرانيا؟ وأنتم تعلمون وأنا أعلم أن الحرب التي حدثت الآن لا يتحمل وزرها بوتين لحاله، لأنه إحنا صرنا نتكلم عن 20 سنة من محاولات بوتين للتقرب للغرب، وعشرين سنة من محاولات الغرب للتقرب الاقتراب النووي والاقتراب العسكري والأمني من روسيا بشكل مخل جدا بالأمن القومي الروسي. وهذا بتقدير ما يعتقده كثير من الناس الآن في أوروبا، وأعتقد أن أمريكا جرت أوروبا إلى المعركة التي نحن فيها جرا. بريطانيا وأمريكا بالذات وضعت أوروبا في حالة لا تحسد عليها، والاقتصاد الأوروبي الذي تراجع يعني في الفترة الأخيرة مع اليورو مع الغاز ومع النفط وإغلاق المصانع الكثير الذي يحدث والإنفليشن ريت العالي اللي ما شهدت أوروبا في السنوات الماضية، أن بتقديري هذا يصنع حالة نفسية وسياسية واجتماعية في أوروبا لم تكن متوقعة. أنا أعيد للأذهان شيء مهم: أنتم تعتقدوا هتلر كيف أجا؟ هتلر جاء من عنصرين أساسيين. الأول الشعور بالإهانة. ألمانيا بعد عام 1919 ومؤتمر فرساي وضعت عليها عقوبات لا يتخيل العقل، يعني تم إخضاعها وإهانتها واستنزافها ماليا وأخلاقيا، مع العلم أن الحرب حرب العالمية الأولى غير الحرب العالمية الثانية، هي حرب كانت بين قوى كل منها يريد أن يعني ما صار فيها الوضع الأخلاقي اللي صار في الحرب العالمية الثانية الهولوكوست وما إلى ذلك، هي حرب إلى حد ما بين قوسين مشروعة، معنى بمعايير القوة الدولية مشروعة، لكن الغرب أراد إهانة ألمانيا. وهذه نقطة الخلاف في مؤتمر فرساي لما تقرأ الحوارات اللي تمت، المؤتمر طبعا استمر شهور طويلة، لما تقرأ الحوارات مثلا وودرو ويلسون اللي هو كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان مقتنعا أن حجم العقوبات الذي سيوضع على ألمانيا سيؤدي إلى صراع جديد، ولكن يعني لم يستطع أن يفرض في ذلك الوقت أمريكا مجزء أمريكا اليوم ما كانتش، كانت بريطانيا وفرنسا طبعا، ولذلك لم يستطع أن يفرض وجهة نظره هذه، وفرضت العقوبات. الإهانة التي وضعت على ألمانيا كانت العامل الأول في صناعة هتلر. الثاني الكساد العظيم. أنت بتتكلم عام 1929 العالم دخل كله في كساد، فما بالك في دولة منهكة مستهلكة وعليها أن تدفع كمية هائلة جدا من التعويضات للغرب. في هنا اليمين أو عفوا الشعور الإنساني الطبيعي هو العودة إلى شيء صلب يتمسك به في حالة انهيارات وتحولات كبرى، خاصة في حياة الفرد وحياة المجتمع. حياة المجتمع انهارت فيه دولة ويريد أن يبني دولة جديدة، حياة الفرد تنهار فيه قضايا اقتصادية ومترتبات ذلك كثيرة جدا، يتمسك عادة بما يمكن أن يسمى بالأرض الصلبة أو اللحظة النقطة الصلبة في شخصيته. أحيانا بتكون التدين، لكن أحيانا بتكون قومية، وأحيانا بتكون شخص ما يأتي ويؤكد للناس أنه قادر على أن يقودهم نحو النجاة. هتلر فعل ذلك والعالم التفت أو الألمان التفوا من حوله واستطاع أن يخرج بهم إلى الحرب العالمية الثانية. أنا برأيي هذه لحظة الإهانة مرت فيها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، وروسيا أهينت وبشكل متعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كنت بسمع لأحد الشخصيات اللي كان سفير في روسيا وبتكلم أمريكي بيقول: يا أخوان أنتوا ناسيين أنه لما صارت حرب أفغانستان لولا روسيا ما استطعنا إحنا نقاتل في أفغانستان.
طيب ما هي روسيا هي اللي فتحت لنا الأجواء واعطتنا معابر عسكرية وقواعد للطائرات الأمريكية، وروسيا هي اللي دفعت تحالف الشمال الذي دربت روسيا أن يدخل معنا، ولولا أنه تحالف الشمال دخل معنا وقاتل طالبان لكان كل قتيل من تحالف الشمال يعني قتيل أمريكي. ولكن كيف كافأنا روسيا في ذلك اليوم؟ مباشرة بعد شهور قليلة ألغينا اتفاقية الصواريخ وبدأنا بإدخال الصواريخ بعيدة المدى إلى أوروبا الشرقية، وبدأنا نغازل جورجيا وأوكرانيا ونتحدث عن انضمامهما إلى الناتو، وأن نحن نعلم أن جورجيا وأوكرانيا بالنهاية المجال الحيوي الروسي، هذه حقيقة. فأنت في إهانة، عنصر إهانة مهم جدا حدث. والآن نحن نعيش حالة الاقتصاد، حالة الاقتصاد هذه اللي احنا شايفينها اليوم أمامنا. طبعا في أنا لست اقتصاديا لكن بحب أقرأ وأشوف الناس شو بيحكوا الاقتصاديين، واضح تماما أنه في حالة من الارتباك غير مسبوقة في النظام الرأس في النظام الرأسمال العالمي كله. وحالة الارتباك الغير مسبوقة سببها أنه احنا طابعين 28 تريليون دولار منذ 2008 إلى الآن، 28 تريليون دولار، وهذه طبعت بدون رصيد وأصبحت تراكمات ديون على العالم 250% من حجم الدخل العالمي كله. ولا يمكن للاقتصاد أن يستمر بهذه الطريقة، يعني في شيء ما في لحظة ما هذه الفقاعة بدها تفقع. فبالتالي في خوف حقيقي من أنه نحن نقترب بشكل جدي من حالة الانفجار الفقاعة. والحقيقة أنه هذا الانفجار في هذه الفقاعة مش حيصير زي الفقاعات السابقة، لأنه حجم الاقتصاد أكبر وحجم الاعتماد على بعضنا البعض أكبر بكثير، وبالتالي عندنا مشكلة. فلما ندخل في أزمة اقتصادية سببها كورونا أولا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثانيا، ثم تراكمات 2008 ثالثا، نحن أمام لحظة خطيرة اقتصاديا، وهذه سنعاني منها شعوبنا وأمم يعني شعوبنا احنا في العام الثالث، لكن حتى الغرب. يعني أنا أمس الآن بسمع في الألمان لما يقول لك أنه أنا السنة هاي بدي أدفع 6000 و7000 و8000 يورو مشان الغاز، العام الماضي دفعت 2500 ولا 3000، وبجوز اليوم الرقم حتى تضاعف عما كان عليه بالأمس. معنى ذلك أنه احنا عندنا مشكلة حقيقية، عندنا مشكلة عالمية حقيقية اقتصادية ربما تجرنا نحو لحظة، اللحظة اللي بيصير فيها الشعور باليأس من الواقع ومحاولة أن نجد طريق نحو الأمام. وفي الغالب كثير من القوى العظمى تجد الطريق نحو الأمام بالحرب، ليس من خلال الجدل والنقاش. الحقيقة النقطة الأخرى واللي أنا صراحة، العقلانية الغربية اللي تشكلت منذ الحرب العالمية الثانية، وهذه عقلانية كانت لطيفة، يعني أنت عارف بعد الحرب العالمية الثانية صار في عقلانية غربية أسست مارشال بلان، وقلنا يا إخوان يا ألمان عفى الله عما سلف، تعالوا مشان إيش إحنا وياكم نصير إخوة في الله في 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 الوطن، وعملنا الاتحاد. وفي اتفاقية جورج مارشال، في مبادرة جورج مارشال، وهي مبادرة عظيمة وفكرة رائعة وبديعة من أجل إعادة إعمار أوروبا، في صلبها كان فكرة التوجه نحو التوحد، وأصل الفكرة هي احتواء ألمانيا، لأنه أخذ الدرس، كلنا ألمانيا في 1919 ذبحناها وأدت إلى هتلر، لكن ألمانيا اليوم في 1945 بدنا نحبها مشان ما يطلع لنا هتلر جديد. هذا اللي صار بالضبط. فطلع جورج مارشال عمل إعادة الإعمار. لو قرأت المقدمة ستجد أنه يتكلم عن أن هذه الخطوة الأولى نحو توحد أوروبي تعيش فيه كل الشعوب تحت يعني غطاء التهوية، ما في يكون فروق بين أحد، بمعنى ألمانيا. وفعلا هذا اللي حصل. كل ما حدث بعد 45 هو محاولة احتواء ألمانيا، لأن ألمانيا هي الخطر الأكبر على أوروبا تاريخيا، مش تاريخيا من مبارح، من أول مبارح، يعني معنى 476 ألمانيا، القبائل الجرمانية في ذلك الوقت ما كانش فيه اسمه ألمانيا، القبائل الجرمانية احتلت روما، صح ولا لا؟ وسقطت روما، روما العظيمة التي بنت الإمبراطورية الرومية الرومانية الضخمة التي لها أول مالها آخر، التي كان يعتقد الروماني فيها أنه exceptional. هاي نقطة مهمة جدا،
كما يعتقد الأمريكي اليوم أنه exceptional. ده هذا مش نموذج جديد. الاكسبشناليزم، الاستثنائية الأمريكية، ليست نموذجا جديدا، حقيقة مزروع في العقلية السياسية القديمة لأوروبا الرومانية، لأن الروماني أينما اتجه في ذلك الزمن، الله أكبر الله أكبر، once he says إنه I am Roman ما حد بقرب عليه. عارف كيف؟ أنت لما تقول أنا روماني زي ما تقول أنا أمريكي، بتدخل أي مطار بغلبك الشرطة، بتقول له أنا ألماني، بتقول لك أمريكي، بتقول لك يا عم تفضل. كان زمان الرومان يقول once you say إنه أنا I am Roman، أنا روماني، أمورك طيبة وما حدا بيستطيع يتعرض لك، لأن روما كانت هي عاصمة عمليا العالم في ذلك الوقت. الذي أسقط روما كانت القبائل الجرمانية، والتي بعد ذلك دخلت في صراع طويل جدا مع ما تبقى من بقايا روما اللي هي الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية. ثم بعد ذلك في عبر الأجيال كانت دائما ألمانيا لها نفسية سياسية استراتيجية مختلفة عن بقية أوروبا الجنوبية، هذا في التاريخ كله. بل إني أزيد على ذلك بالقول، وهذا أتجرأ عليها من عندي، أن البروتستانتية التي ولدت وترعرعت وتم تبنيها في ألمانيا هي كانت محاولة ألمانية لأن تبقى مسيحية دون أن تكون كاثوليكية رومانية أو رومية أو تابعة لروما. فلذلك انتعشت فيها البروتستانتية كما فعلت الصفوية في إيران. يعني برأيي في أمم تريد أن تبقى كما هي في دينها، لكن لو لقيت طريقة تميز نفسها في الدين عن غيرها ما بتقصرش، لأنه هذه ستعزز الهوية القومية والوطنية للألمان. وأنا بتقدير ألمانيا اليوم اتخذت قرار بعد كل هذا العناء الكبير في الاتحاد الأوروبي يا شباب، لما تشكل وتشكل حقيقة لاستيعاب ألمانيا، لكي تبقى ألمانيا الموحدة يعني رفيقة وليست بعيدة عن ال، لكن ألمانيا اليوم أعلنت أنها بدها تبدأ تتسلح، وهذا نقطة في غاية الأهمية. كلما تسلحت ألمانيا، ما هو الدول هيك، يعني أنت لما تتسلح شو تعمل في سلاحك؟ بدك تحطه في المخازن ولا بدك تشعر بالقوة؟ زمان ألمانيا ما كان عندها جيش إلا جيش بسيط يعني، لكن اليوم أرادت أن تتسلح، طبعا بسبب أنه في عنا حرب مع روسيا، ومن المفيد جدا أن ألمانيا تتسلح. كلما تسلحت ألمانيا كلما ارتعدت فرائص الغرب في الدول الأوروبية، لأن ألمانيا القوية اقتصاديا، المسلحة عسكريا، التي لديها القدرة على الهيلة. ألمانيا الاتحاد الأوروبي عمليا، السنترال بانك الأوروبي ألماني بالنهاية. أنت إذا معناته لما تكون قوي ستبدأ تفكر بغيرك، ستبدأ تفكر بمكانة جديدة. وبتقديري أنه هذه لحظة تحول جذرية في التاريخ المعاصر، أن ألمانيا تتسلح. هذا إذا يعني كما قالوا بدهم يتسلحوا بنسبة 2% من الدخل القومي، يعني 107 مليار دولار سنويا، ويصبح الجيش الثاني في الناتو، هذا شيء كثير يعني جوهري. يعني أنا بتقديري لو كنت فرنسي بدي خاف، عارف؟ لا يعني بجوز مش السنة الجاي واللي بعد، بجوز بعد 10 سنين، لكني سأشعر بأنه في مشكلة عندي أنه ألمانيا متسلحة، لأنه في أشياء لا تتغير. في قصة بروها المؤرخي الناس اللي عاشوا مع مرحلة مارغريت تاتشر، بقول لك أنه مارغريت تاتشر لما بدأ في حديث عن توحيد ألمانيا جمعت المؤرخين وقالت لهم يا إخوان في عنا مشكلة أنه ألمانيا، شو رأيكم نقف مع توحيد ألمانيا؟ هذا في خطر كبير يعني أن ألمانيا تتوحد. فالكل اتفق على أن الضمانة لألمانيا أنه ألمانيا الجديدة تصبح جزءا من الكيان الأوسع الاتحاد الأوروبي، ولذلك الاتحاد الأوروبي لازم إحنا كبريطانيين ندعم وندخل في قوة لاستيعاب ألمانيا، واثنين أنه ما نخليهم يتسلحوا. الآن حقيقة بريطانيا طلعت طبعا من الاتحاد والسلاح رجع مرة ثانية لألمانيا. فأنا أدعوكم للتفكر في مثل هذه القضية، لأنه أعتقادي هذه قضية مفصلية، بجوز بعد 10 سنين أو 5 نفكر ونقول شفتوا لما تسلحت ألمانيا شو صار في الدنيا. فهذه نقطة مهمة. الآن أرجع مرة ثانية إلى المنظومة الدولية. المنظومة الدولية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية انتهت خلص، الحمد لله سكرنا الملف. كيف إحنا في العالم العربي إشي جامعة الدول العربية انتهت، ظل في إشي اسمه جامعة الدول العربية بس ما انتهى. ما يعني ما في حدا منكم بيسمع مثلا انه كيف صار؟ ما لناش حاجه. انا برايي المنظومه الدوليه التي تشكلت الامم المتحده ومجلس الامن الدولي وما خالفها لم تعد الان قادره على ان تستوعب كل هذه المتغيرات، فلذلك هذا النظام خلص خلصنا منه. النظام الجديد كيف بنبناه؟ فيش نظام
بني بالمحبة والأخوة والصداقة والبرين ستورمينج. كل الأنظمة الدولية تبنى بالحروب، يعني ما في الصراع، لأنه أنت كدولة أمريكية على سبيل المثال هل تستطيع أن تتنازل عن أنه أنت القائد والاستثنائي والدولار تبعك هو عملة الاحتياط العالمية، وبنفس الوقت أنت عندك 770 قاعدة أمريكية عسكرية في مختلف 7700 قاعدة عسكرية أمريكية في 82 دولة، وأنت تشرف على كل البحار والمحيطات، وكل الناس لازم تيجي تأخذ منك المباركة، ويجي بايدن على الشرق الأوسط ويقعد مع القادة ويتفرج في وجوههم ويقولهم يا إخوان أنتوا عندكم، أنتوا ولا شيء، أنتوا عندكم فراغ استراتيجي وأنا ترى مش حسمع. يعني هذه بالمناسبة لو كنت جالس هقول يا أخي عيب عليك يا أخي، إحنا ما إحنا بشر، يعني كيف فراغ، يعني عارف كيف؟ فأنت تخيل ينظر إلى الشرق الأوسط أنه في عنده فراغ استراتيجي، ولن أسمح لأن يملأ هذا الفراغ من الصين وروسيا، ولذلك أمريكا حتبقى حاضرة. شفت كيف؟ بالتالي مختار البلا العالمي يعني، وبيستطيع يقدر ويقرر ويقوم. بدك إياه بالمحبة والأخوة والصداقة، يجي للصينيين ويقول يا إخوان أنتوا الآن كبرتوا وصار عندكم اقتصاد محترم وصار عندكم سلاح كويس جدا، تعالوا نتفاهم إحنا وياكم كيف ندير العالم، ما صارت في التاريخ هاي. أو يجوا مع الروس ويقول يا إخوان أنتوا عندكم سلاح نووي، وأنا عارف يا أستاذ بوتين في الآخر لن تنهزم، لأنه في نقطة مهمة هذه الحرب. وليش أنا قلت أن العقلانية الأوروبية فقدت من هذه الحرب؟ العقلانية الأوروبية بتقديرها دائما معقول، يعني أنك أنت بتقدر المخاطر. في حالة الصراع مع روسيا دخلنا في معادلة صفرية ليس لها حل. اليوم أنت اجلس مع أي مسؤول أوروبي كله شو الحل؟ طيب كويس الآن الحرب صار لها 5 أشهر وما خلصتش، والدنيا مش مزبوطة، والروس ما انهاروش زي ما كنا نفكر، وبوتين ظلوا رئيس، كنا نقول انه لما نعمل عقوبات 6700 عقوبة على بوتين ثاني يوم الشعب بيطلع بكل يا ملعون الوالدين اطلع احنا خلص بدنا نخلص منك، ما خلصوش منه، شو نعمل؟ وقاعدة روسيا كل يوم تاخذ شبر زيادة، صحيح مش مستعجلين لكن قاعدين باخذوا، وثم عندها قدرة على تصنيع السلاح وتجاوزت اخطاء الشهر الاول من الحرب، وأوكرانيا بموت منها كل يوم على الأقل في التقديرات 300 جندي، وأوكرانيا تحتاج كل شهر إلى 5 مليارات يورو حتى تبقى اقتصادها قائم على رجليه، بالإضافة إلى الأسلحة الكثيرة جدا، وأوكرانيا جيشها ليس مؤهل أن يقاتل هذه الحرب، والأسلحة اللي أنتم قاعدين بتودوها مش عارفين يشغلوها الجماعة، وتضرب في معظم في مخازنها، وبيجي مانيوال 7 بالإنجليزي وهات قطبها. الجندي الأوكراني أسبوعين فقط بتدرب مشان ينزل على الجبهة، أسبوعين الآن الجدد يعني. طب في عندك مشكلة، كيف نعمل؟ أين النهاية؟ وهل تتوقع من روسيا أن تعلن يوم تصحى الصبح تقول يا إخوان أسفين جدا استسلمنا؟ لن يفعلها بوتين ولو دمر العالم، لأن سقفه حرب نووي. لما يكون عندك سلاح نووي مش ممكن أنت تيجي تقول أنا آسف جدا أعلن استقالتي من هذا لأن فشلت، هاي بنعملها احنا يعني مع الناس شيء ممكن، بس هو ما بقدر يعمل هيك. اذا اين كنت تقود العالم؟ لماذا وصلت بنا الى لحظة صفرية؟ لا انت بتقدر تتراجع ولا هو بقدر يتراجع، وبندخل في الحالة التي نحن فيها اللي ممكن تستمر سنوات، وممكن تتفاقم وندخل على حروب بالوكالة، الحروب بالوكالة تدخل الى حروب مش بالوكالة، وبعدين ندخل في حروب مواجهة مباشرة، ثم بعد ذلك نيجي الآن نتكلم بالأمس على أنه والله الروس عندهم 2000 قنبلة نووية تكتيكية وأمريكا عندها بس 200 قنبلة نووية تكتيكية. القنبلة النووية التكتيكية هي القنبلة التي تستطيع أن تدمر بلدة صغيرة أو يعني قرية، مش أنه دمار شامل. فأنه ممكن يعني لو روسيا بدها تستخدم مش هتستخدم الإشي الكبير، هتستخدم الصغار هاي اللي بس يعني. يعني هذا منطق انه احنا ندخل الان في حديث عن انه يعني هم عارف كيف اكثر؟ هذا كلام خطير. العالم اليوم وصل لحظة انغلاق تام، النظام الدولي اثبت فشل تام، الامم المتحدة الان هذا الاحتفال الاخير اللي صار في اسطنبول وحضروا غوتيريش ووقعوا في اتفاقية القمح، هذه اول مرة الامم المتحدة طبعا جاء بعد يعني جهد كبير ولكن كويس، يعني انه خطوة ايجابية انه الامم المتحدة دخلت في مشاركة يعني وكذا. لكن حقيقة لما تجلس مع الناس اللي عملوا هذا الاتفاق وتسمع منهم تشعر انك امام واقع مغلق تماما، ولا احد يستطيع انه يتنبأ بعد بكرة شو بده يصير.
حقيقة يعني. هذا أنا يعني أعتقد أنه هذا بالضبط اللي حاصل. المنظومة الحالية انهارت تماما وليس أحد قادر على أن يتنبأ بها بالمستقبل. وفي أوهام في عقل بايدن وأوهام في عقد القادة الأوروبيين وأوهام في عقد بوتين أيضا، وهذه الأوهام برأيي ربما تدفع واحدا منهم ولا كلهم إلى اتخاذ أشياء لا يعتقدوا بأنها ستؤدي إلى دمار أكبر مما هو عليه الحال، ولكن ستؤدي. كما قلت لكم الحروب عادة، هتلر في له مقولة، ولو أنه واحد مش كويس استشهد مقولات هتلر، لكن حكى مرة عبارة صحيحة، قال عندما تدخل في حرب فكأنما تدخل في غرفة مغلقة لا تدري ما ستجد فيها. وهذا حقيقة، غرفة مظلمة مغلقة بتحط جرك بتدريش أنت شو بتلاقي فيها. الذي يحدث الآن هو بالضبط هذا الشيء. الصين رغم أنه كل الإدعاء الأمريكي أنه والله الإخوان في الصين مش هيأخذوا موقف، أنا بتقدير الصين تشعر بالإهانة، وأنا لو كنت صيني بدي أشعر بالإهانة في موضوع تايوان، في موضوع بحر الصين الجنوبي. مش ممكن يعني، مش ممكن اللي قاعد بيحصل لو كنت أنا صيني. هم الصين لأنه على فكرة عندهم طول نفس استراتيجي بعيد جدا، يعني الصيني بفكرش زينا بزعلش لا بأخذ وقته. لكن في الحقيقة اللي بحدث هو إهانة حقيقية لدولة من الطراز الأول. يعني يا أخي مليح أنت على شواطئنا، معلش تودي بوارج أمريكية وحربية تيجي تتمخطر كويس، لكن كل يوم معبر لي السفن الحربية الأمريكية من مضائق تايوان، يعني عدم مؤاخذة مش معقولة. بعدين تيجي بتقول لي بدي ودي نانسي بيلوسي تروح على طب ما أنا موقع معك اتفاقية أنك تعترف بدولة صينية واحدة، كيف يعني نانسي بيلوسي تروح تزور تايوان؟ شوف كيف في مشاكل حقيقية أمريكا تخلقها في العالم. وبتقديري هذا الكلام في لحظة ما سيدفع الصين ليس بالضرورة إلى مغامرات عسكرية، ولكن قطعا الصين كما أهينت في القرن في شيء اسمه قرن الإهانة الصيني، وهذا حاضر في ذهنية الصينيين. هذا 1842 بدأ في شيء اسمه قرن الإهانة الصيني، لما القوات الأوروبية في ذلك الوقت عملت حرب على الصين مشان حرب الأفيون، بتسمعوا في الحرب لإجبار الصين على تفتح أسواقها للأفيون، الأفيون أوبيوم مخدرات يعني. وبعد قرن من الزمان بقيت الصين عايشة في حالة من الإهانة، وهذا بسموه في الأدبيات الصينية قرن الإهانة الصيني. قرن الإهانة الصيني هو اللي طلع لنا ماو تسي تونغ أصلا، لأن ماو تسي تونغ جاء ثورة على النفوذ الغربي في الصين، كما هتلر جاء ثورة على النفوذ على الإهانة الصينية. في عنا إهانة روسية، إحنا طبعا عندنا قرن الإهانة العربي، إحنا من 1919 لليوم عايشين في الحالة اللي عاشوا فيها الصينيين، بس ما وصفناهوش مليح حتى الآن. هو حقيقة قرن إهانة بمعنى أنك تخرج تماما من معادلة التاريخ وتصبح ملحق بالآخر، وتصبح أرضك ملعب يلعب فيها الخصم كما يشاء دون ما حضرتك يصير عندك أصلا أي قول فيه. ولذلك هذه القرون الإهانة اللي حدثت بتقديره هذه مختلفة عن الغرب. وأنا مرت كل شغلي، شوف في العقل الغربي لما حضرتك ما ترد علي معناته أنا مش ضاغط عليك زيادة، معناته بدي زيد الضغط. كانت العقوبات 100 عقوبة بعملها 200، ما زبطتش بعملها 1000، ما زبطتش بعملها 6000، بترد بآخرتك. ليش؟ لأنه أنت كل ما ضغطت عليك حترد. في شعوب اللي إلها تاريخ وإلها مخزون حضاري وإلها تخيل لما هي علي، هذا الكلام بيؤدي إلى إهانة. فأنت حضرتك بتيجي بتضغط علي، أنا وقتها مش بنخ وبستسلم وأصبح جزءا من منظومتك، سأقاوم وربما أقاتل وربما أستشهد وربما أفعل ما يمكن فعله حتى أستطيع أن أخرج من الإهانة. مفهوم الإهانة ليس موجود في العقل الأمريكي كما هو موجود في عقول الأمم ذات التاريخ، لأن التاريخ الأمريكي حديث التجربة ما عندوش هذه العقلية. وأنا مرة بذكر هذه العبارة لما كنت أغطي الحرب في العراق، جاء القائد القوات الأمريكية وعمل معنا حوار وقت صحفيين كان. فقال يا إخوان أنا مستغرب من اللي حاصل في المنطقة. كيف يا أخي العزيز؟ قال يا جماعة إحنا جينا نجلب الديمقراطية للعراق وجايبين معنا 18 مليار، طبعا هم أخذوه 18 مش كذابين، المهم وقتها هيك الأصل يعني بدنا نبني مدارس وشوارع وطرق ونعمل إشي ما صارش، ونكافأ بأنه الناس تفجر سياراتنا وتتهجم علينا والشعوب العربية واقفة. شو القصة؟ فهموني إياها. قلت له يا سيادة الجنرال أنت في دولة عاصمتها اسمها بغداد،
بالنسبة لي أنا مش عراقي، لكن بالنسبة لي بغداد هي عاصمتي الثقافية، وهي قبلة الحضارية، وهي تاريخي، ولذلك لما أرى قوات أجنبية تحتلها سأشعر بالإهانة. وكل يومها أو أنه في عبارة عندنا اللي هي الكرامة dignity، وهذه الكرامة الإنسانية تدفع الإنسان لفعل ما المستحيل من أجل على الأقل أن يعني يسجل نقطة، حتى ولو يعلم أن في ذلك موت. فيومها رد علي عبارة ما منسها، قال I acknowledge what you say but I cannot understand it. وأنا بتقديري ما في أمريكي بالقيادات العسكرية عبر القرون يعني عندهم مشكلة في فهم نفسيات الأمم ذات التاريخ والحضارة، لأنهم بيعتقدوا أنه بالقوة وبالنفوذ وبالسلاح وبالعسكر وبالكذا يخضعوا الناس وبتمشي معهم الأمور، والحقيقة ما صار هذا الكلام في كل الحروب اللي عملوها من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، هذا هو الشيء الثابت عندنا والمستقر. النقطة الآن سأنتهي، إحنا الآن على مشارف تقريبا بداية أزمة، هي أزمة بدأت لكن على مشارف أن هذه الأزمة أنا مش شايف فيها حل قريب، شايف أن المشكلة حتتضخم، وشايف أن انعكاسها علينا في العالم العربي أكبر من انعكاسها على الناس الآخرين. ليش؟ كما قلت إحنا ملعب الحقيقة، وأنا آسف أن أقول ذلك وأرجو أن أكون مخطئا، يعني بجوز إحنا قبل 20 سنة كان وضعنا أحسن، يعني في كان لسه لدينا شيء اسمه عمل عرب مشترك، في شوية شغل هيك من هون وهناك، الناس عندها شعور مشترك، في عندنا توجهات استراتيجية مشتركة، قضايا مركزية زي القضية الفلسطينية تقريبا كانت مركزية وأساسية سياسيا وشعبيا وجماهيريا، وكان في لدينا شيء اسمه أمة، ويعني وبنأمل أنه يصير اليوم حقيقة هذا الكلام، وكان في لدينا بعض القادة بتختلف لكن كان لديهم شخصية يعني إنهم قدرة. الحقيقة الآن هذا الكلام إحنا مفتقدونه تماما، البوصلة لم تعد قائمة، وبرأيي أن الوعي الشعبي الجديد المتشكل عبر السوشيال ميديا وما إلى ذلك من جزئيات عمل غربة بين الأجيال، فجيل وجيلكم اللي كنا نفكر بالقضايا العظيمة جدا اللي كنا نحكي عنها هذه بتقديري ليس بالضبط هو الجيل الجديد الذي يفكر بطريقة مختلفة، وما أصبح لدينا نخب تعمل بريدجينج تعمل تجسير للهوة ما بين هذه الأجيال، وخطابنا بقي أنا وياكم خطابنا تقليدي يعني بالنسبة لهم طبعا، وخطابنا ربما يكون يعني كلاسيكال، وهم شايفين الدنيا غير شكل، وبالتالي حقيقة في عنا مشكلة هوية، مشكلة توجه، مشكلة بوصلة، والأخطر من ذلك عنا مشكلة سياسية. إحنا اليوم عندنا مشكلة حقيقية، الدولة انهارت عندها في العالم العربي، الدولة العربية فشلت تماما بعد قرن من تشكلها، لم يعد لدينا دولة أصلا، مش أنه عندنا مشكلة في الرؤساء والزعماء، لا عندنا مشكلة في الدولة، معظم دولنا انهارت، واللي ما انهارت ربما تكون على وشك. فلذلك بيجي هنا الكلام الأخير اللي أوجهه نداء لكم، العودة إلى القواعد. أنا أذكر في العراق لما انهارت الدولة يعني فجأة صدام حسين كان عنده مشكلة مع القبائل، يعني ضرب الله نفعل قبائل مركز نفوذ، أنا أذكر تماما عندما انهارت الدولة في العراق الناس عادت إلى قبائلها، يعني عارف كل واحد صار يشوف أنا قبيلة فلان ويروح عليه مشان يدبر حاله ومشي أموره. ليش؟ الناس تعود عادة إلى الناس اللي بقدموا، لأنه القبيلة كانت محضن من أجل الحماية، محضن من أجل الدعم الحياتي إلى آخره. انهيار الدولة في عالمنا العربي هو ضرورة، مش ضرورة عفوا، هو شيء يحدث الآن أو حدث، والشيء اللي لازم إحنا نعمله أن نقدم محاضن جديدة، وهذه المحاضن قد تكون عمل خيري، قد تكون عمل اجتماعي، قد تكون عمل دعوي، قد تكون وعي ثقافي وفكري، قد تكون نخب جديدة تتكلم بطريقة جديدة، لكن المحاضن إذا ما كانت موجودة إحنا نتكلم عن ضياع تام، لأنه أخطر شيء أنه تنهار الدولة، تنهار النظم، وتنهار معها كذلك النخب، وهنا بنقع في دوامة لا يعلم الله سبحانه وتعالى أين. ونقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ عبد الرقيب الله يجزيه الخير، سألت سؤال قبل الندوة، قلت يا عبد الرقيب الوضع سيء، بدك إياني أحكي عن الواقع زي ما هو، ترى الجماعة حيكونوا متشائمين، أحكي إشي ثاني؟ قال لي لا أحكي الواقع، قلت على مسؤوليتك أنا مالي علاقة. السلام عليكم.